التي كان يتمتع بها السيد حسين مكي حقيقة ساعدت كثيرا في إبراز معنى رجل الدين وقداسة رجل الدين وحزم رجل الدين والإرادة الصلبة إذا أراد شيئا أن يفعل. درس أجواء الأجواء التي نشأ فيها والتي تربى فيها. وعندما نتحدث عن المقدس آية الله السيد عبد المحسن فضل الله، فإننا نقرأ إنسانا كان من أول حياته وهو ابن ذلك البيت العلمي. وقف السيد شرف الدين وكانت الأديبة المعروفة مي زيادة عندما وقف السيد شرف الدين في مصر في إحدى المنتديات ليخطب خطبة ارتجالية، وأخذ يعني ينطلق بتلك البلاغة المعهودة عنه وبذلك المضمون الفكري ويستشهد بالقرآن وبالسنة وبالأدب وبكلمات أهل البيت. ابن الشيخ إبراهيم ياسين أسرة علمية سكنت العباسية منذ مئات السنين، ويبدو أنه العلم والمسؤولية العلمية جزء من شخصيتها، شخصيتها علمية أخذا وعطاء. الشيخ حسن القبيسي كان عالم لأهالي كوثرية السيات، ومع ذلك عمل على تأسيس حوزة علمية في تلك القرية. أحد تلامذة تلك الحوزة كان صهره العلامة السيد علي إبراهيم، والشيخ حسن قبيسي لم يرزق بذكور، إنما كان له بنات، واحدة كانت من نصيب العلامة السيد علي إبراهيم.